السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في إليانغودي في ولاية تاميلناد الهندية. الشوارع الخالية والحقول الكبيرة الواسعة جدا حتى لا تستطيع عيوننا شهادة طرفها. أطرافها بعيدة عن وسع بصرنا. وهذه نباتات خاصة موجودة في كل أجزاء تاميلناد وأنحائها، وهي لا تصلح لأي شيء مع أنها تمتص جميع المياه الموجودة حولها. وهذه أشجار النخلة، النخلة الآسيوية، وهي منتشرة جدا في تاميلناد، و طبعا هذه مناظر جميلة جدا. وهذا مقبر الهندوش، حيث يجتمعون فيها ثم يحرقون الميتة. هذه المنطقة في ولاية تاميلناد في جنوب الهند تختص بوجود سلفر الكثير في صعيد، بما أنها يكثر الحرارة لكثير في الجو في هذه المناطق، خاصة في مقاطعتي رامناد وسيبغانغاي. أهالي هذه القرى تعيش حياة بسيطة جدا، 90% منهم فلاحون يزرعون في هذه الحقول، ثم يجنون ما يحصلون منها ويبيعونها كما يأكلون منها قليلا، ويأخذون منها أغراسا ويحصدونها مرة أخرى. هكذا يعيشون حياة بسيطة جدا بشكل عام، بدون مرض كبير ولا حزن كبير ولا فرح كبير، يعني حياة متوسط ماديا ومعنويا. فقراء ومساكين لا يهمهم الدنيا بشكل عام، وهذه الأشجار الكبيرة التي نرى في كلي الجانبين في هذا الطريق يعتقد أنها زرعتها البريطانيون أيام احتلالهم للهند، وهذا الطريق يمتد حتى دانشكودي، نقطة المشاهدة لدانشكودي، وهي إحدى الأطراف الأبعد لشبه القارة الهندية في جنوبها. معكم عبد الهادي إبراهيم الفاروقي، شكرا للمشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.